قال وزير المالية القطري أنه يتوقع فائضا في ميزانية 2019 في ضوء أسعار النفط المعتدلة وتراجع الإنفاق. وأبلغ الوزير علي شريف العمادي مؤتمرا في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الدوحة أن قطر حققت في الأشهر التسعة الأخيرة فائضا في الميزانية للمرة الأولى خلال عامين. وتجاوز اقتصاد قطر بدرجة كبيرة الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عام. وفود تجارية، هيئات عامة، شركات قطرية ودولية تجتمع اليوم في حدث مهم بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الذي يقام لأول مرة بالدوحة. حجم التبادل التجاري مع دول العالم زاد 16%، حجم صادرات دولة قطر زاد 18%. تصريحات قطرية مهمة تشيد بانتعاش السوق القطري في ظل اتساع دائرة شركاء قطر من خلال الانفتاح على أسواق جديدة عربية وأجنبية كباكستان وإيران، تونس والجزائر، الأردن وتركيا وغيرها. احنا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي استطاعت الموازنة العامة للدولة أن تحقق أول فائض لها من سنتين. كانت الموازنات السابقة في 2017 والسنة اللي سبقها كانت هناك عجز مع اعتماد أسعار النفط متحفظة. وزير المالية القطري أكد تراجع الإنفاق بسبب فائض في الميزانية لسنة 2019 وذلك خلال الأشهر التسعة الأخيرة، تصريحات ستعزز الثقة بالسوق القطري الذي يحاول استكمال مشاريعه الاقتصادية على أكمل وجه. بعد الحصار الجار على دولة قطر، قطر فتحت أسواق جديدة، أغلقت أسواق نعم، لكن فتحنا أسواق جديدة، أسواق تعادل 400 مليون نسمة، وزادت صادرات قطر 19%، زاد حجم التبادل التجاري إلى 16% عفوا، والصادرات قطر إلى 18%. أرقام مهمة وصل إليها حجم التبادل التجاري بين قطر ودول خليجية أبرزها سلطنة عمان أدت إلى تخطي قطر خطر تداعيات الحصار الاقتصادي الذي فرض عليها وزاد من حجم الثقة المتبادلة بين البلدين. واليوم نحن نشارك في 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 هذا المعرض الدولي ونشارك ب70 شركة عمانية تمثل مختلف القطاعات، فإن وصل التبادل التجاري في حسب أرقام 2017 ما يقارب $1.3 مليار. قطاع البنوك، الخطوط الجوية القطرية، هيئة السياحة وقطاعات أخرى تعمل على تكثيف جهودها لتجاوز كل العقبات. مؤتمر دولي للمنتجات يفتح أبوابه لأول مرة لشركاء قطر الإقليميين في دعوة مفتوحة لشركاء جدد وعلاقات اقتصادية سترفع من حجم التبادلات التجارية في رسالة مهمة لدول الحصار. لن ينتصر الحصار في زعزعة الاقتصاد القطري. وهبة بوحليس، التلفزيون العربي، الدوحة.